وعليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، هنتكلم على أبرز العناوين ومن ثم التفاصيل. أهم عنوان عندنا طبعا فرمان من كابتن محمود الخطيب بشأن محمد عبد المنعم، كمان فضيحة في غرفة الملابس بالنسبة لنادي سان داونز، كمان هنتكلم على مرض شيكابالا المفاجئ وتداعيات المرض بسبب الدكتور محمد أسامة، وخاصة كمان قناة نادي الزمالك. وعندي خبر بقى مفرح جدا 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 لجماهير النادي الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهرباء، هنتكلم طبعا بالتأكيد على أبرز عنوان معانا، فرمان من كابتن محمود الخطيب استدعى أمير توفيق واتكلم معاه إن محمد عبد المنعم نجم خط الدفاع بالنسبة لمنتخب مصر ونادي الاهلي، خلاص قعد معاه امير توفيق مع كابتن محمود الخطيب وقال له اللاعب بيتعامل من لعيبه الفئه الاولى. ليه من الفئه الاولى؟ عشان مستواه ثابت بقى له اكتر من سنه من ساعه ما جه من اعاره نادي فيوتشر، لعيب كبير جدا، لعيب متميز جدا، خلاص هيتساوى باليو ديانج، هيتساوى بعمرو السوليه، هيتساوى كمان بعلي معلول، هيبقى من الفئه الاولى. وكمان كابتن فرقه كابتن محمد الشناوي بصراحة محمد عبد المنعم يستاهل أكتر من كده بكتير، لعيب مخلص جدا، لعيب مقاتل، بيحب النادي الأهلي بجد، بيلعب بإخلاص من ناشئين النادي الأهلي، فعارف وضع النادي الأهلي وعارف إزاي النادي الأهلي لازم تنزل تكسب، عارف قيمة الفانلة الحمراء، لعيب متأسس على مبادئ وقيم وأخلاق طبعا النادي الأهلي. أنا شايفه لعيب كبير جدا وحركة مميزة كده جدا من كابتن بيبو، أنا شايفه بصراحة كابتن بيبو بيدير بشكل احترافي جدا ازاي قادر يلعب على مشاعر اللعيبه خاصه ذهنيا داخل الملعب، انا شايفه لعيب كبير جدا وبصراحه يعني مبروك لمحمد عبد المنعم، يستاهل اكتر من كده بمراحل. محمد عبد المنعم ركيزه رئيسيه في في نادي الاهلي وفي منتخب مصر، انا شايفه من اللعيبه المميزه جدا، شايف كمان ان بعد يعني تعليق العقد بتاعه ويعني زي ما بيقولوا اللاعب هينتعش زي ما بيقولوا اكتر من كده كمان بكتير داخل ارضيه الملعب، انا شايفه لعيب كبير جدا. تعالى بقى اكلمك على حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لفضيحه في غرفه ملابس نادي سان داونز، اللي انت بتقوله ده تعالى اقول لك ايه اللي بقوله ده. امبارح بالليل اللعيب الكبير جدا اللي في نص الملعب، لعيب اللي انا شايفه من افضل لعيبه في جنوب افريقيا، اللاعب جالي بتاع نص الملعب اللي هو ترمومتر الفرق، راجع بعد الساعه 12 بالليل، راجع سكران طينه، كان معاه لعيب تاني بيلعب سيرت باك وساعات بيلعب باك رايت اسمه موبولي، لعيب برده كويس جدا، كان بيلعب في منتخب افريقيا جنوب افريقيا للشباب، لعيب كويس جدا، راجعين الساعه 12 بالليل سكاره. طبعا حصلت مشاده ما بينه وبين المدير الفني والاداريين، وكان في الفاظ، كان في الفاظ خارجه، وكان في امور ان شاء الله باذن الله الامور دي في صالح النادي الاهلي. لعيبه ليله المباراه بتاعتها جايه سكرانه. طبعا احنا عارفين ان جنوب افريقيا دوله مفتتحه. يعني ايه مفتوحه، يعني فيها كل حاجه وفيها جميع الاجانب اللي تخطر على بالك في الدنيا، وفيها ناس كتير متجنسين، برتغاليين على ايطاليين على اجانب على 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 امريكان على الكلام ده كله، عندهم الدنيا مفتوحه، عارفين ان احنا جنوب افريقيا دوله جميله جدا ودوله فيها سياحه متميزه جدا وفيها مناظر خلابه وفيها يعني حدائق متميزه جدا، حدائق حيوانات ومعروفه والكلام ده كله، عندها يعني الملاهي الليليه بالهبل، اللعيبه جايه سكاره، حصل مشادة غير عادية وجالي احتمال كبير ما يلعبش، مع ان لعيب كبير جدا في نص الملعب احتمال كبير ما يلعبش. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وده يبقى عنصر ضغط على نادي سان داونز. عايز اتكلم كمان في حاجة مهمة جدا 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 في التمرينة الأخيرة، جماهير سان داونز عملت حاجة بصراحة مشينة وإن شاء الله كل ده يجي على دماغهم، لأن النادي الأهلي زعيم أفريقيا وحش أفريقيا وطول عمره بيكسب الفرقة دي بره وجوه، جايبين تابوت وحاطين عليه اسم النادي الاهلي وبيقولوا ان يعني نعش النادي الاهلي او النادي الاهلي هيدفن في التابوت ده بعد المباراه الساعه 5، ان شاء الله ده مش هيحصل، ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. حركه صراحه مش مظبوطه جدا من جماهير سان داونز، محاوله الضغط على النادي الاهلي، محاوله الضغط على الاعلام المصري، محاوله الضغط على المدير الفني، على اللعيبه، على الجهاز الاداري، على الجهاز الطبي، محاوله الضغط ضغط كامل جدا على النادي الاهلي، ان شاء الله ده مش هيحصل، باذن الله النادي الاهلي هيطلع بنتيجه ايجابيه وان شاء الله هيكسب. طب تعالى اقول لك، لو النادي الاهلي لا قدر الله تعادل
هيبقى ما قداموش غير فرصة واحدة فقط لا غير، يكسب القطن الكاميروني، وده بنسبة 90 99% هيحصل. والمباراة بقى الملحمية اللي احنا ان شاء الله بإذن الله هنرد معركة ام درمان في الملعب، احنا شعب محترم وجماهير محترمة زي جماهير النادي الأهلي، وهنرد في الملعب ان شاء الله هنكسب نادي الهلال ده 3-4. الهلال السوداني ده هنكسبه ان شاء الله 3-4. ففي حالة النادي الأهلي لا قدر الله طلع بالتعادل، لو كسب الماتشين الاخرانيين اللي هم نادي القطن خارج ملعبه ونادي الهلال على ملعبه ان شاء الله في استاد القاهره، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يطلع بنتيجه ايجابيه. تعالى بقى اكلمك في حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا. كهربا قرار رسمي من الفيفا تجميد قرار الايقاف لمده 6 شهور. بمعنى ايه؟ بمعنى القرار بتاع تجميد اللاعب او ايقاف اللاعب اتجمد لمده 6 شهور، يعني بمعناه بفضل الانتقالات الصيفيه الجايه. محامي النادي بقى محامي كهربا ومحامي النادي الاهلي هيعمل ايه؟ كمان شهر هيقدم التماس بداعي التقسيط للاعب. طب ليه التماس للتقسيط؟ لظروف البلد الاقتصاديه وظروف العالم الاقتصاديه وظروف اللاعب الماديه، لان اللاعب كده مش هياخد اي فلوس من عقده. ان شاء الله الالتماس هيتقبل والفلوس هتتقسط لمده 3 سنين. اتمنى التوفيق لمحمود عبد المنعم كهربا، لعيب كبير قوي يا جماعه، وبان جدا ان هو كواليتي مختلف عن جميع لعيبه النادي الاهلي. مجرد ما بينزل كهربا بيلعب اساسي او بينزل مع دكه البدلاء بيعمل الفارق، لا اما في اسيست لا اما في كور مفتاحيه لا اما في اهداف. لعيب كبير جدا وكواليتي مختلف، وبصراحه هو اللي حرك شريف وحرك شادي حسين وحرك بيرسي تاو. لما رجع بعد سنه ما بيلعبش رجع فايق ورايق، كسر الدنيا. لعيب كبير قوي، واتمنى الكهرباء التوفيق وان شاء الله يلعب كمان منتخب مصر. انا واحد من الناس بحب كهرباء جدا. ليه؟ لان لعيب داخل ارضيه الملعب لعيب كبير، فايق مش فايق بتلاقيه في ارضيه الملعب لعيب بيديك دايما افضليه. ممكن يلعب سنتر فرويد، ممكن يلعب جناح شمال، جناح يمين، شادو سترايكر رقم 9.5 تحت الفرويد، انا شايفه لعيب متميز جدا. طيب مين اهم عناصر النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه؟ ركز معايا، ان شاء الله حسين الشحاته يبقى فايق، ان شاء الله بيرستو هيبقى فايق. لعيب الكبير قوي قندوسي، يا جماعه قندوسي هو مفتاح لعب النادي الاهلي حاليا، افضل من قفشه بكتير، لعيب شويط عنده خبره افريقيه بيلعب في منتخب الجزائر المحليين والكبير او المنتخب الاول. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله يقدر يكسب 2-0 ان شاء الله او 2-1 ان شاء الله، يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله بالفوز. قندوسي هيبقى له دور مميز جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي هتقام كمان كام ساعه ان شاء الله، الساعه 3 بتوقيت القاهرة إن شاء الله بعد الساعة 5 أطلع مع حضراتكم إن شاء الله بث مباشر أو فيديو. إن شاء الله كلنا نهني بعض إن النادي الأهلي خلاص بنسبة 80% صعد إن شاء الله لدور قبل النهائي. تعالى بقى أكلمك بالنسبة لجماهير النادي الزمالك. قناة نادي الزمالك بصراحة ما حدش فاهم لها حاجة. قناة نادي الزمالك طالعة بتتكلم بتقول شيكابالا بعد ما رجع من تونس جاله نزلة برد، نزلة البرد بقى برد شديد جدا، يقوم يعملوا تحاليل لو عنده لا قدر الله لا قدر الله وبعد الشر على كل الناس حاله من المفترجه دي، عنده نسبه سرطان في الدم بنسبه 36%، ودي نسبه خطيره جدا جدا جدا. مين اللي بيقول كده؟ قناه نادي الزمالك، اللي هي المفروض حتى لو اللاعب تعبان ما يطلعش للسوشيال ويطلع للناس كلها يقول الكلام ده كله. الحمد لله طلع دكتور محمد اسامه المحترم قال احنا عملنا فحوصات وتحاليل كامله، ده كان عنده نزله برد شديده شويه تمام، وقلبت بنزله معويه، لعيب زي الفل دلوقتي، ما عندوش اي حاجه، شيكابالا زي الفل ويقدر يشارك في المباريات القادمه. اتمنى التوفيق لشيكابالا، ده اباتش نادي الزمالك ولعيب انا بحبه شخصيا ولعيب محترم، وبدا يلم الفرقه وبدا ملوش علاقه باي حد ومش مركز غير في ورقته زي ما بيقولوا، ومركز في فرقته. نادي الزمالك بعد مباراه الترجي الى حد ما بدانا نشم نفسنا، تكسب شباب بلوزداد في الجزائر يبقى انت يا باشا صاعد رسمي، يجي لك المريخ السوداني على ارضك ترقعه 3 يبقى خلصت ان شاء الله. اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه سواء النادي الاهلي سواء نادي الزمالك، فيوتشر في الكونفدراليه كمان، بيراميدز في الكونفدراليه، كل الفرق المصريه دي اتمنى لها ان شاء الله التوفيق. يا جماعه احنا اصحاب الرياده في الكوره في افريقيا في الوطن العربي وكمان في العالم، مصر اسم معروف يا جماعه. احنا في سنه من السنين سنه 2010 كنا تاسع عالم، تاسع التصنيف، كان تحتنا البرتغال والاورجواي والارجنتين، كان تحتنا بقى في منتخبات، احنا طول عمرنا رقم واحد وهنفضل رقم واحد حتى في بطولات افريقيا
احنا 7 بطولات، اكتر من الكاميرون، اكتر من غانا، اكتر من نيجيريا، اكتر من جميع الدول العربية في كل البطولات اللي اخدتها، ما يجيش 7 بطولات اللي مصر خدتها. اتمنى ان شاء الله التوفيق، اتمنى فيتوريا يرجع منتخب مصر تاني زي ما كان. عايز اذكر حضراتكم ان شاء الله ان عندنا مباراتين صعبين جدا، الجولة الثالثة والرابعة امام ملاوي، مباراة في القاهرة ومباراة في ملاوي. ان شاء الله باذن الله الدورة توقف من يوم 15 مارس لحد 30 مارس، افريقيا هتنتهي 17 مارس عشان الاجنده الدوليه، الاجنده الدوليه هتبدا من يوم 15 ليوم 30 او 31 مارس. اتمنى التوفيق لمنتخبنا. ده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو يا ريت فعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.